السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم سنعمل قاعدة للأطباق جدا سهلة التنفيذ ورائعة المنظر على طاولة المائدة. وقبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا مباشرة زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين للإفادة، ولا تنسوا أيضا مشاركتنا بتعليقاتكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو. بسم الله، نبدأ أولا بحلقة سحرية. نرتفع بسلسلة، والآن سنبدأ بالدور الأول. في نفس هذه الحلقة سنشتغل غرزة حشو أولا، ثم نرتفع بسلسلة، وهذه كلها تعتبر عمود بلفة واحدة. ثم في نفس هذه الحلقة سنعود ونشتغل فيها 11 عمود بلفة. 1 و11، ومع أول غرزة حشو والسلسلة من بداية هذا الدور سيكون لدينا 12 غرزة. والآن نسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة السحرية بهذا الشكل، ثم نقفل الدور بمنزلقة هنا. هذه غرزة الحشو وهذه هي السلسلة. سندخل الإبرة هكذا في الغرزة الخلفية والغرزة الموجودة هنا خلف وأسفل الغرزة الخلفية هنا. ندخل الإبرة في حلقتين ونشتغل منزلقة بهذا الشكل. والآن سنبدأ بالدور الثاني مباشرة إلى الغرزة التي تليها وغرزة حشو. نرتفع بسلسلة، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة. نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة وعمود بلفة ثاني. مباشرة إلى الغرزة التي تليها وغرزة تزايد عمود بلفة واحدة. 1 و2، وهكذا سنكرر في كل غرزة سنشتغل فيها غرزة تزايد، وسيكون لدينا في نهاية الدور 24 غرزة. وبعد التكرار وصلنا هكذا واشتغلنا غرزة تزايد في آخر غرزة حشو. والآن لا ننسى قبل أن نقفل أن نشتغل غرزة تزايد أيضا هنا في المنزلقة. واحد واثنان، ثم نقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق. هذه غرزة الحشو وهذه السلسلة الأولى. ندخل الإبرة في الحلقة الخلفية وفي الحلقة الموجودة خلف الحلقة الخلفية في الخلف، ومنزلقة بهذا الشكل. والآن سنبدأ الدور الثالث، سنبدأ أيضا بنفس الطريقة السابقة مباشرة الغرزة التي تليها وغرزة حشو. نرتفع بالسلسلة، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة. ثم مرة أخرى عمود بلفة في نفس هذه الغرزة الأولى. هكذا حصلنا على غرزة تزايد من بداية الدور، ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة التي تليها. والآن سنكرر بهذه الطريقة غرزة تزايد عمود بلفة في الغرزة التالية. 1 و2، ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة التي تليها. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 36 غرزة. وبعد التكرار لا ننسى قبل أن نقفل أن نشتغل هنا في المنزلقة التي قفلنا فيها الدور السابق عمود بلفة واحدة، ثم نقفل بمنزلقة. هذه غرزة الحشو هنا في السلسلة الأولى. ندخل الإبرة في الحلقة الخلفية وفي الحلقة الموجودة خلفها، ومنزلقة بهذا الشكل. والآن سنبدأ بالدور الرابع بنفس الخطوات والطريقة مباشرة إلى الغرزة التي تليها وغرزة حشو. نرتفع بسلسلة، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة. نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة وعمود بلفة ثاني. والآن سنشتغل عمود بلفة واحدة في غرزتين متتاليتين. 1 و2، ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها.
وهكذا سنكرر. عمود بلفة واحدة في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، ثم غرزة تزايد عمود بلفة في الغرزة التي تليها. سنكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور لا ننسى أن نشتغل عمود بلفة واحدة في المنزلقة التي قفلنا فيها الدور السابق، ونقفل بنفس الطريقة منزلقة في السلسلة الأولى، ندخل الإبرة هكذا في حلقتين. والآن من الدور الخامس حتى الدور الثامن سنكرر نفس الخطوات بنفس الطريقة، دائما سنبدأ بهذا الشكل مباشرة، غرزة حشو في الغرزة التي تليها، نرتفع بالسلسلة، وهذه كلها تعتبر عمود بلفة واحدة، ثم نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة وعمود بلفة ثاني. هكذا دائما سنحصل على غرزة تزايد من بداية كل دور، ثم سنزيد فقط في عدد الغرزة الفردية. هنا في الدور السابق اشتغلنا واحد اثنان عمودين فرديين ثم تزايد، أما الآن في هذا الدور سنشتغل عمود بلفة واحدة في ثلاث غرز متتالية، واحد اثنان وثلاثة، ثم غرزة تزايد ثم عمود فردي في ثلاث غرز متتالية. بنفس هذه الخطوات والطريقة سنكرره من الدور الخامس حتى الدور الثامن، نكرر ثم نعود. والآن إذا أردنا الإكمال بنفس لون الخيط سنبدأ الدور التالي بهذه الطريقة مباشرة إلى الغرزة التي تليها وغرزة حشو، نرتفع بالسلسلة، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة الأولى وعمود بلفة ثاني، وهذه المجموعة الأولى، نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ، نعود إلى القاعدة، نترك غرزة إلى الغرزة التي تليها وعمودين بلفة، واحد واثنان، ثم نكمل بنفس لون الخيط، لكن سنغير لون الخيط، نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور التاسع في أي غرزة سنبدأ مباشرة بعمود بلفة، بهذا الشكل، ثم نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة وعمود بلفة ثاني. هكذا حصلنا على أول مجموعة، نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ، نعود إلى القاعدة، نترك غرزة إلى الغرزة التي تليها وعمودين بلفة، واحد واثنان، وهكذا سنكرر، نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ، نترك غرزة عمودين بلفة في الغرزة التي تليها. سنكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 48 مجموعة بهذا الشكل. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنصف عمود بلفة في أول عمود بلفة بدأنا منها هذا الدور هكذا. والآن سنبدأ بالدور العاشر، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ بهذا الشكل، ونشتغل غرزة حشو، ثم نرتفع بسلسلة واحدة، وهذه كلها تعتبر عمود بلفة واحدة مشغولة في الفراغ. والآن سنأتي إلى المجموعة الأولى، يوجد بها عمودين، دائما سنترك العمود الأول وسنشتغل حول العمود الثاني عمود بلفة أمامي، ندخل الإبرة هكذا من خلف العمود الثاني بهذا الشكل، وعمود بلفة أمامي بهذا الشكل، ثم نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ، والآن مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من سلسلة واحدة وعمود بلفة واحدة، ثم إلى المجموعة التالية سنترك أول عمود ثم عمود بلفة أمامي حول العمود الثاني، ندخل الإبرة هكذا من خلف العمود
وعمود بلفة أمامي، وهكذا سنكرر. نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ مباشرة إلى الفراغ المكون من سلسلة واحدة وعمود بلفة واحدة، ثم إلى المجموعة التالية المكونة من عمودين، نترك أول عمود وعمود بلفة أمامي حول العمود الثاني فقط، ثم نرتفع بسلسلة كفراغ، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنصف عمود بلفة. هنا هذه غرزة الحشو، سندخل الإبرة في السلسلة الأولى الموجودة فوق غرزة الحشو ونشتغل نصف عمود بلفة. والآن سنبدأ بالدور الحادي عشر، سنعود هكذا إلى نفس هذا الفراغ ونشتغل غرزة حشو، ثم نرتفع بالسلسلة، وهذه كلها تعتبر عمود بلفة واحدة. نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ وعمود بلفة ثاني. والآن سنأتي إلى المجموعة الأولى التي بها عمود بلفة وعمود أمامي، سنترك العمود بلفة وسنشتغل عمود أمامي حول العمود الأمامي. هكذا أصبح لدينا في المجموعة الأولى ثلاثة أعمدة، عمودين بلفة مشغولة في الفراغ وعمود أمامي حول العمود الأمامي. والآن نرتفع بالسلسلة وسنكرر نفس الخطوات السابقة، سنشتغل في الفراغ التالي المكون من سلسلة واحدة عمودين بلفة، واحد واثنان. والآن سنأتي إلى المجموعة التالية، سنترك العمود بلفة ونشتغل عمود أمامي حول العمود الأمامي، ندخل الإبرة بهذا الشكل وعمود بلفة أمامي. والآن سنكرر، نرتفع بسلسلة كفراغ مباشرة إلى الفراغ المكون من سلسلتين عمودين بلفة، واحد واثنان، ثم نترك العمود بلفة وعمود أمامي حول العمود الأمامي بلفة، ثم نرتفع بسلسلة كفراغ وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق، سنشتغل نصف عمود بلفة هنا في السلسلة الأولى الموجودة فوق غرزة الحشو، ندخل الإبرة بهذا الشكل ونصف عمود بلفة. والآن من الدور الثاني عشر حتى الدور الخامس عشر سنكرر نفس طريقة الدور الحادي عشر بنفس الخطوات سنشتغل، سنبدأ دائما بنفس هذه الطريقة، غرزة حشو في نفس هذا الفراغ الأول، نرتفع بسلسلة وهذه كلها تعتبر عمود بلفة واحدة مشغولة في الفراغ، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ وعمود بلفة ثاني، ثم نترك الأعمدة بلفة مباشرة، سننتقل إلى العمود الأمامي ونشتغل حوله عمود أمامي، ثم نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ مباشرة إلى الفراغ التالي هنا المكون من سلسلة واحدة، ونشتغل فيه دائما عمودين بلفة واحدة، واحد واثنان، ثم عمود بلفة أمامي حول العمود الأمامي بلفة. ودائما سنكرر نفس هذه الخطوات، نرتفع دائما بسلسلة بعد العمود الأمامي مباشرة إلى الفراغ المكون من سلسلة واحدة ونشتغل فيه عمودين بلفة، واحد واثنان، ثم مباشرة سننتقل إلى العمود الأمامي ونشتغل حوله عمود أمامي، ثم نرتفع بسلسلة وبنفس هذه الخطوات السابقة بدون أي زيادة أو نقصان في عدد الغرز بنفس الخطوات، سنكرره من الدور الثاني عشر حتى الدور الخامس عشر، نكرر ثم نعود. وعندما نصل إلى نهاية الدور الخامس عشر سنقفل بنفس الطريقة نصف عمود بلفة في السلسلة الأولى الموجودة فوق غرزة الحشو التي بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور السادس عشر وهذا الدور الأخير
إذا أردنا الإكمال بنفس لون الخيط سنبدأ الدور بهذه الطريقة مباشرة. سنشتغل غرزة حشو في نفس هذا الفراغ الأول، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ وثلاثة أعمدة بلفة واحدة، واحد وثلاثة، ثم سننتقل مباشرة إلى الفراغ الموجود بعد العمود الأمامي، الفراغ المكون من سلسلة، ونشتغل فيه غرزة حشو بهذا الشكل. وهكذا سنعود ونكرر، نرتفع بسلسلتين مباشرة في نفس هذا الفراغ، نشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة، واحد وثلاثة، ثم ننتقل مباشرة إلى الفراغ المكون من سلسلة واحدة بعد العمود الأمامي ونشتغل فيه غرزة حشو، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين، وبهذا الشكل سيكون إطار هذه القاعدة. ولكن نريد أن نغير لون الخيط، سنقفل الدور الأخير بهذه الطريقة. نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ، ثم نقفل منزلقة في السلسلة الأولى التي بدأ منها هذا الدور، نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقد عبر بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور السادس عشر والأخير هنا. بعد كل عمود أمامي يوجد بعده فراغ مكون من سلسلة واحدة، سنشتغل فقط في هذه الفراغات. نبدأ في أي فراغ، نبدأ بحشو، نرتفع بسلسلتين، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ وثلاثة أعمدة بلفة واحدة، واحد وثلاثة، ثم ننتقل مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من سلسلة واحدة بعد العمود الأمامي ونشتغل فيه غرزة حشو بهذا الشكل، سيكون إطار هذه القاعدة. وهكذا سنعود ونكرر، نرتفع بسلسلتين، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ والثلاثة أعمدة بلفة، واحد وثلاثة، ننتقل مباشرة إلى الفراغ المكون من سلسلة واحدة وغرزة حشو، نعود ونرتفع بسلسلتين ثلاثة أعمدة في نفس هذا الفراغ، ثم مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من سلسلة واحدة بعد العمود الأمامي وغرزة حشو، وسنعود ونكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور. والآن سنقفل الدور بهذه الطريقة، نترك حلقة العمل، ندخل الإبرة هنا في أول غرزة حشو من الخلف بهذا الشكل، ثم نسحب حلقة العمل إلى الخلف هكذا، ثم نرتفع بسلسلة ونقص الخيط. وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وألقاكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بأعمال مميزة وأنيقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.